اخويا الزبير اشرف الغزال كي جاك الدراري غادي نعيط لصاحبي نقول ليه رانا ما بقيت جاي شوفوا ردة الفعل ديالها يوكسا تشكون حنا يوكسا السلام عليكم الخوت وتحياتي لكم وغادي نبداو بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نخدم اشار انا والزبير هلال، فتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش دازت الاجواء، حيت زبير هلال عنده فوبيا من الخيل وخاصنا نخدموا معاه شويه عاد باش نركبوه على العود باش تشوفوا كيفاش كانت الاجواء. الحمد لله باذن الله الاشار رد له وحتى العود تبارك الله عليه ناضي والخدمه بروفيسيونيل وهادشي تبارك الله راجع الخدمة سنين حيت الحمد لله با كان في الخيل وجدي كان في الخيل وانا ملي كبرت وانا كنشوف الخيل والخيل هو الدومين ديالنا هادشي اللي كاين. والناس اللي كيقولوا لي اشراف كنبغيو بعض المرات نحتاجوك في شي اشهار او لا شي حاجه درت واحد النمره خاصه الناس اللي باغين طهير او لا باغين اشهار او لا شي لعيبه او لا شي واحد دار شي بروجي وبغى الخيل او لا بغى يدير اشهار المحل ديالو فالنمره هي هذه دخلوا وصيفطوا لي الناس اللي انتريسي صيفطوا لي مرحبا والف مرحبا والله يدير الخير. دابا اش كتسناو الخوت تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر غتموتوا بالضحك والله يدير الخير. مهم الحباب ولله الحمد وصلنا بخير وعلى خير. دابا خاصني نقاد الماتيريال خاصنا سريجه وخاصنا طابيه صفراء وخاصنا لي زيت خيفي المهم خاص داكشي يمشي مبوكس وقالوا لي ضروري ما خاصنا الجام صفر الجام يكون صفر كامل. كنت باغي ندير لهم سريجه كومبلي روميه ولكن قال لك لا ضروري خاصنا الجام صفر حتى ما الجام صفر غادي نديو لهم ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم في التقديم بلي غيركبوا واحد السيد عزيز عليكم ومن اشهر مؤثرين في المغرب فتبعوا هذا الفلوق هذا ولا ما كنتيش دير ابوني فدير هاد دابا وخلينا واحد التعليق زوين والله يدير الخير. امور مضبوطه ها الطابيه ها الجام صفر والسريجه راه شدتها جديده عمرها مركوبه انا غادي نوريها لكم دابا هاي عرضت عليهم هاد السرج ما بغاوش كاين هاي السريجه ترى اشرف قيصر كاين الله يدير الخير انا الحاج بقى عمرها تركبت الله يدير الخير انا لي زيت خيفيه هاما الكولي تشاس واحد الحاجه اللي مهمه خاصني نديرها بزاف الناس كيكونوا عندهم بزاف السريجات وبزاف الخيل والاكثريه ما كيكونوش نفس العبار في الحزام فقبل ما تدي العود كنت خدام بعيد فاختار لي الحزام اللي يجي قدو باش ما تصيدش ماشي تمشي تشري حدا الناس وتبقى تشوف بعينيك فمن هنا سير ناضي والله يدير الخير. صباح الخير خويا صباح الخير با محمد تحياتي خويا صافي راه ما يحتاجش نبونسي ولا شي حاجه راه نقي على مولاه الله يدير الخير. زيد سير على مولانا الله يصلح الجميع اوليتي مشهور رايلك هذا هو ثاني اشهار عندك الله يدير الخير. مهم ماتيريال هزيناه ولكن حنا ما عارفينش الوقت شنو غتجيب صافي خرجوا الشرجه يا خويا محمد ما عارفينش الوقت شنو تجيب نديو ليه معانا واحد نص باله ديال الفصه يا الخير موجود الحمد لله الحمد لله ربي نشكرو على هادشي واللي ثبت صافي باش ما نديوش التقليد ديال العاود يبقى يشوف فينا ويحنزص فينا بحال هكا الدراري ما نقدرش نبقى داير فيديو ونهز هادشي بما ساليت ورجع معاكم والله يدير الخير. زيد قدام زيد زيد قدام الخيل عندنا مع ما كتشارجاش زيد ايه جبد 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 دير الجام عاودو نديرو ليه الجام جبد صافي دي حدا الباب نديرو لوغمو لوغمو جرب لوغمو هولا 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 عطاك الرضا نسألكم الدعاء الخوت غير خاف لي راسه
شاء الله. وللاشاره الخوت راه عندنا خيول ملكية في الدار، وراكم نتوما عارفين شنو كاين. هما وريتهم كاع الخيل، قال لك جيب لينا هذا، حنا بغينا هذا. ونفس المشكل كان وقع في واحد الشركه اخرى مشى يدير لها اشهار، قال لك باغين هذا، علاش الله اعلم. الله يجي وهو قال لينا علاش. محمد خويا نارك مبروك، سالوا بالدعاء الله يدير. ايوا الخوت حنا دابا شارجينا وحاولنا نجمعوا ما امكن الماتريال اللي غادي يخصنا، دابا في طريقنا ان شاء الله للمعارف. نسالكم الدعاء الحباب والله يدير الخير. تبعوا الفيديو حتى الاخر حيت فريمون كيما يتشاف والله يسهل على الجميع. وقفنا ناخذوا قهوه هنايا باش نفطروا، حيت فريمون خشني الجوع. نفطروا بعدا والرحيم الله ان شاء الله راه غنجيبوها في الوقت. ايرك ولدي هذا الله يلا ولدي. عندي ربعة الخيول والخوت قدامين معايا من 2020. عندك شامبيون، وعندك اولك، وعندك بوشقة، وعندك البلار. هاد الربعة هادو كانوا خمسة في الصراحة. فرانسيسكو مات لي الله ما عوضنا خير، وبقاو هاد الربعة هادو راه بحال وليداتي والله يدير الخير. حنا القهوة وجدات وناخد العيبات الاخرين والله يدير الخير. تنزلت الحباب ناخد فطور، شوفوا مساكن العيالات كيضربوا تمارة والله. والله ما نكذب عليكم، الناس فايقين الصباح وكيترزقوا الله كيمشي يخدموا في الفلاح. هادي ديكاس الناس اللي كيديروا محتوى تافه، داعي الفقر كيقول لك حنا ما عندناش، كلشي عندنا الله وكلشي غيعيش، وحتى واحد ما غادي يموت بالجوع. والله يدير الخير. تحياتي للناس اللي كيتقاتلوا عليها وكيجيبوها من فم السبع، تحياتي ليكم. كازا يا كازا، اجي بعدا بغيت ندير واحد التصويت. واش كاين شي بيضاوه في هذا الفيديو ولا والو؟ واش كاين شي بيضاوه متبعين خوهم اشرف قيصر ولا والو؟ فتحياتي للبيضاوه في العالم كامل، وتحياتي للمغاربه فين ما كانوا والله يدير الخير. واحد القضيه الخوت، قريت شي كومونتيرات كنت قلت تحياتي للجندارم الامن الوطني اكسيتيرا، ويقول لي واحد لا ما ذكرتيش الا الوقايه المدنيه ومساكن كيضربوا تماره. خويا وتحياتي للوقايه المدنيه، تحياتي للناس اللي كيخدموا في الشطابه، تحياتي للناس التريسيانات والدراري. تحد ما يبقى يقول لي شي حاجه انا طراب رجليكم. تحياتي لاي واحد، اي واحد خدام في اي مينا، فتحياتي لي من هذا المنبر هذا، وتحياتي لولاد الناس في ما كانوا. احنا الخوت قربنا ان شاء الله البلاصه اللي نخدموا فيها والله يدير الخير. ودعوا معنا الحباب واللي كيحبونا، دعوا معنا بدعوه ديال الخير الله يسهل عليكم. احنا محتاجين على الصحيحه، على الصحيحه انا مزاوي الله يدير الخير. الدراري غادي نعيط لصاحبي ايوب غنقول ليه رانا ما بقيتش جاي، نشوفوا ردة الفعل ديالها. سمعوا بغيت نقاد التليفون وانا نقطع. كيصوني ليه 100%. هاد الدري هذا راه من احسن الناس اللي عرفت والله، الله يخلي له والديه. ايوا فين اشي؟ وفي شاده انا في البلاصه اللي تصور. صافي انا غنعيط على واحد الدري يجيب لك العود، رانا ما خسرت لي الطوموبيل صح. قولوا له اوكي هاك تضحك تبري تداوي معاك، انا موالف نضحك معاك في هاد الامور هذه. هاك تضحك سير الله يسلمك. ثلاث دقائق وانا حداك. سير الله. راه شوف ما قدوك تخلي عليهم قدوك. والله راه عندي لوكاليزاسيون كون هاني. التصوير هذه في بروفيل عشيري، ما عرفت شكون هذا المصور الواعر اللي مصورك. سير الله يسهل عليك انا حداك. الله يدير الخير. شوف التصوير هذه البروفيل كي دايره شوف. حايد. اصحابي راه كيتيقوا فيا انا، عارفيني الرجوله. احنا الخوت في المعارف. انا ايلك فين ولا كيتسارى الخوت؟ شوف ايلك راه ولا عفريت الله يدير الخير. وابو اسر احنا وصلنا ابو ايوب.
ومرحبا بك اخويا. الله يحفظك لي ترحب بك الجنه. شنو غيولي يولي شي حاجه ولا شنو؟ غيولي انفلونسور صافي مشافه صافي زيد اخويا زيد. هو راه بصافي ما شاء الله زيد 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 ايو خويا هذا راح حشم منك سير انا اخويا راه قلت لك حشم من الكاميرا طلقتي وي يقول لك انا هذا حاج ما يلاه غنتحرك وي دير الموفمو غيركب عليه اخويا من شخصيات كبار في المغرب الوازنه في المغرب شخصيات كبار اخويا الله يحفظك اخويا هانتوما الخوت شي الذكاء باش مزيان هيا دابا الشحب ستنا في التصوير وهو العود غادي يبقى ياكل ومرتاح حتى تحيد الشعله خطره ونصور وبالنسبه للعود الناس اللي غيقولوا لي الشتا خوت الناس اللي كيقولوا لي الشتا وراء العود وهادي وهادي العود غير شبعوا في كرشوخه تحطوا في الاسكا راه ما عندوش غرام ديال المشك حيت الله سبحانه وتعالى خلقوا لهاد الاجواء هادي والله يدير الخير مشيو حنا نتقهواو ان شاء الله الله يدير الخير وابا اشرف خويا جينا للدرب نشربوا العود ونوكلوا هذا ونشرجها ونخدموا وراك ما ناسيش ضروري واش عندنا من غيره جستولا حبيبي ضروري اخويا روي بعك يا مو جاي انا الخوش إيه لكم الصباح هو كيتصير في المعارف الله يدير الخير ايوا واش غد هز راسو شويه اشرف اذا كان ممكن اوريك واحد الحاجه اللي درتي بحال هكا ما عرفتش كتبان لك كتبان لا ماشي غير اي وجهك سير كون طالع شويه ماشي مشكل صافي سي طوش فوالا معلم يلا 3 2 1 اكسون شكون حنا يوكسو انت شكون حنا يوكسو طوب فيها علامة فوني علامة كيمي علامة ضيفي ديما كوني ديما مرحبا سالينا مع خويا الزبير اشرف الغزال كيجاك اون سميتو اون درافا الله الله اداب والله يسم صواب المهم راه كاين واحد التحدي راه الزبير ان شاء الله غادي يولي يتبورد غتلتزم معايا والله يتلتزم راه كاين البريزو بلاتي بلاتي الزبير انا عارفه ما كيلتزمش كيلتزمش غادي نجيب ليه العاود حتى الحيمولي صاحبي بغي نولي قيد الصربه مقدم الصربه مرحبا
لا 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 والله لا بسناح والله حتى باغي نجرب انا المكعل وكل الحصه الاولى عطاني المكعل لا وكحله صعيبه بغيت نشري في عدياني الله يحفظك نانو نتا ولكن الله يدير الله عرضك والله اشرب تحياتي ومرحبا لي في اي وقت تحياتي الله يدير الخير سلامة بطل الله يعطيك الرضا خويا عندنا راه ما كتحشمش بينا فيما مشات كتقضي الغلط الله يدير الخير الله يبارك الله يبارك سلام ايوا الخوت ولله الحمد وصلنا لنهايه الفيديو شتي الاجواء كيفاش داز داكشي يا سلام بسم الله ما شاء الله وكيف ما قلت لكم في الاول اللي بغى اي حاجه اشهار او شي حاجه يخلي لينا ميساج في الواتساب حيت هاد النمره هادي فيها غير الواتساب واللي باغي شي حاجه وبالمعقول ماشي الناس اللي كيبغيو يتفلاو داكشي فمرحبا به الله يدير الخير الخوت ونتلاقاو في شي فيديو جديد والله يسهل على الجميع.